انا الصراحه رسمت رسمه شيرين قبل تقريبا 3 اشهر وما كانش في اي اعتراض ولا من اي جهه. يوم الثلاثاء الاسبوع اللي مرات بتوجه لنا شرطي بيجينا على البيت بتوجه لنا بطريقه ادبيه. طبعا ببلش الحديث بطريقه جدا عاديه وانه انت ابو يعني بحكي مع ابوي بطريقه انه انت رجل معروف وانت عندك شغلك وبتسافر وبتروح وبتيجي, وصار يجيب له اسماء اللي هم بيعرفوه من هذا الخراب. وبعدها بحكي له انه بطلب منه انه نمحى الرسمه بحجة انه في ناس مضايقتهم من فوق. ذكر انه عشان هذا الاشي ما يأثرش على سفر ابوي وحياتنا الخاصة يعني. فثاني يوم نتفاجأ انه بتكون الرسمة ممحية, وكمان اليوم اللي بعده بتم تخريب الكتاب اللي مكتوب على الحيط. ان شاء الله صح انها هي انمحت الرسمة, بس هذا الاشي بيزيدني اصرار رح ارجع وارسم الرسمة. لو تنمحها اخرى مرة رح ارجع ارسمها مرة ومرتين والف ان شاء الله. يوم الاثنين رح ارجع واعيد الرسمة, وانا بدعو الجميع يوم الاثنين القريب 29 الشهر ان شاء الله الساعة 5 رح يكون كمان معنا كمان فنانات رح يرسمن كمان رسمات لشيرين. رح يكون معنا عشرات من شيرين, مش شيرين وحدة, ومش رح يقدروا انهم يطمسوا صوتنا ويطمسوا الفن تبعنا. ورح يكون كمان معنا فعاليات وطنية للصغار ان شاء الله.